الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، فإن حديثنا اليوم بعد إجازة قسرية إذا صح التعبير عن المحاضرات، نريد أن نتابع البحث اليوم إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله عز وجل، حتى ندندن حول آية في سورة سبأ، وهي قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. تعودنا على أسلوب القرآن الكريم الذي ورد بصيغ متعددة عندما يحض المؤمنين على شكر الله عز وجل على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، أن يستخدم أساليب. أريد أن أبحث في هذه الأساليب، لكن قبل أن أدلف إلى هذه الأساليب لابد من مقدمة تتعلق بمسألة الشكر. الشكر عبادة، كما قال العلماء، عبادة قلبية، وقد تكون بالقلب، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون بالأعمال. يعني الآية هنا تقول اعملوا آل داود، ما إعرابها آل داود؟ شو إعرابها طارق؟ الحمد لله على السلامة. شو إعرابها اعملوا آل داود؟ شو إعراب آل داود؟ بعرف أنه تبكلور يعني، بس يعني شو إعراب آل داود؟ طيب، يعني يا آل داود. آل داود منادى بأداة نداء محذوفة تقديرها يا آل داود، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكور. لم يقل الحق سبحانه وتعالى قولوا آل داود شكرا، وإنما قال اعملوا، كأن من درجات الشكر العمل، ولأن من ألوان الشكر العمل، فقالوا شكرا باللسان الحمد لله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد الحامدين لله عز وجل، وجاء هذا في أحاديث كثيرة صحيحة، بأنه أوتي من جوامع الحمد ما لم يؤت غيره عليه الصلاة والسلام. وأننا نقرأ في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان من أول ما يستيقظ من النوم إلى أن يأوي إلى فراشه، أول ما يفتح عيونه عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ الحمد لا إله إلا الله، الحمد لله الذي رد علي روحي. لاحظت الحمد لله. ينظر في المرآة، الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ينظر في القمر بداية الهلال، الحمد لله كذا اللهم أهله علينا، إلى آخره. رأى الريح، ركب دابته، لبس ثوبه، حتى عندما يأتي أهله هو حماد لله عز وجل، عندما يسافر، عندما إلى آخره، حتى عندما يأوي إلى فراشه يريد أن ينام. القرآن الكريم استخدم أساليب كثيرة في ذكر الشكر لله عز وجل. في سورة البقرة وفي كثير من السور قال تعالى لعلكم تشكرون، وقد تكررت هذه الكلمة في القرآن الكريم أكثر من مرة. شو معنى لعلكم تشكرون؟ يعني كي تشكروا. لعلكم تشكرون تعني هنا أي تشكروا. وفي سورة الواقعة فلولا تشكرون، أي لولا هنا بمعنى هلا، فلولا إذ جاءهم بأسنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. معنى الآية هنا هي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكن ما تضرعوا. فلولا تشكرون في سورة الواقعة أي هلا تشكرون. وفي سورة ياسين قال تعالى
أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قبل شو الله قال؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا، ثم قال أفلا يشكرون، وهي كسابقتها تفيد طلب الشكر من الله عز وجل. وفي سورة البقرة يا طارق قال تعالى فاذكروني أذكركم، هذا جواب الطلب، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فالآية فيها أمر بالشكر ونهي عن الجحود، ولا تكفرون أي لا تجحدوا النعمة. وفي سورة الأنبياء فهل أنتم شاكرون، استفهام من الله عز وجل يراد منه الطلب والترغيب، فهل أنتم شاكرون. وفي سورة الزمر قول الله عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، استفهام يراد منه أيضا الطلب. وفي سورة إبراهيم لئن شكرتم لأزيدنكم، الله عز وجل لن يرضى عن الذين يكفرون النعم، لأنه شو بفكر هو؟ فكر هو بذكائه حفظ القرآن، بذكائه تمكن من ناصية العلوم الهندسية أو المعرفية أو المعلوماتية أو الاقتصادية، أنه هو لا لا لا، هو بتوفيق الله عز وجل فتح له المغاليق، بتوفيق الله يسر له الأمور. كم من إنسان بده يتعلم لغة مثلا؟ في ناس يقول لك ما شاء الله تعلم اللغة بثلاثة أشهر أو بأقل أو بأكثر، والله عز وجل، في واحد سبحان الله يجلس سنين، في واحد يتفوق لكن بيأخذ وقت. إذن هو توفيق الله. وأنا دائما أذكر كلمة حتى أعقد قضيتين، ما هما القضيتان؟ شو هي أعقد قضيتين في الوجود يا طارق؟ الرزق والحياة، الأجل تمام والموت الحياة. طيب، الرزق لا علاقة له باجتهاد الإنسان أبدا، وهذا لكن بده يأخذ بالأسباب. يعني في واحد أخذ بكل الأسباب ومتميز ورائع وكذا لكن رزقه قليل، واحد يعني ما بيشتغل كثير ورزقه كثير. فهذه قضية الرزق، فلسفة الرزق لا يقدرها ولا يعرف كنهاها إلا الله، لا علاقة لها بالأسباب التي مطلوب منا أن نأخذ بها بكاملها دون أن يكون فيها خلل. لكن أنا بدرس ثم أذهب إلى امتحان أقول له يا رب أنت وفقني للإجابة الصحيحة، ممكن درست كل شيء بدخل على الامتحان ما بعرف شيء، صح ولا لا؟ هل يمكن أن الإنسان أكبر حافظ للقرآن الله ينسي سورة الفاتحة؟ ممكن بتصير. إذن هنا قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قسم من الله عز وجل بأنه سيزيد الشاكرين من فضله وعطائه. وفي سورة الزمر قال تعالى وكن من الشاكرين، وكن من أمر، قال هذا أمر بالالتزام والمداومة على شكر الله عز وجل. أما أن يقال، هذه كله أساليب، أما أن يقال اعملوا، نحن كلها مقدمة هي طارق، اعملوا آل داود شكرا، فهو أسلوب لم يعهد. يعني بالعادة لعلكم تشكرون، فهل أنتم شاكرون، وإن تشكروا يرضه لكم، لئن شكرتم، هذه الآيات اللي ذكرتها قبل قليل كلها أساليب معروفة. لكن أن يقول القرآن الكريم اعملوا آل داود شكرا أسلوب لم يعهد، ولم يرد كثيرا إلا في هذه الآية في سورة سبأ. فما هو المقصود وما هي الدلالة؟ ذهب كثير من العلماء والمفسرين يا طارق إلى أن المعنى العام لهذه الآية أي اعملوا لله على وجه الشكر لنعمائه، اعملوا لله شكرا، وكونوا دائما من الشاكرين، والتزموا بالشكر وداوموا عليه في أي عمل تقومون به، فهو الذي قواكم على فعل الخيرات. هذا اللي الناس يعني تفهمه من الآية، هذا أسلوب جميل، لكن يعني أسلوب الآية في معاني أبعد من هذا الأسلوب وأرجح وأقرب، وهو
يناسب سياق الآيات التي وردت فيها الآية. خليني أقرأ لكم الآيات حتى نفهم دلالة السياق. عندنا في التفسير يا طارق شيء يسمى دلالة السياق، يعني أنا كيف أفهم سياق الآية، يعني كيف أفهم معناها، شو معناها هنا، من خلال السياق. وأضربت على هذا أمثلة كثيرة في الدروس وفي خطبة الجمعة. الآن سأقرأ هذه الآيات التي أنا بالمناسبة أقرأها كثيرا في المسجد. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد، أن يعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طيب، ومن الشياطين في أي من يغوصون من يعملون بين يديه في أي غوصون إلى آخره. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر أسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، طناجر يعني، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا. هذه الآية فيها أمر لداود أن يصنع دروعا للحرب واسعة ساترة تستر صدر الإنسان من الخطر. وفي آية بسورة الأنبياء وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. طيب، وقد ألان الله لسيدنا داود الحديد حتى يتمكن من الصناعة الحربية وأن يحكم الاتصال في صناعته بين حلقات الدروع التي تلبي حاجة المقاتل حتى يقدر على الانتفاع بها لتناسب هذه الحالة، حالة المحارب، وتحمي لابسها من الخطر والضرر والشرر. وأن يكون سيدنا داود هو وأهله ومن يؤمن معه ويتبعه من الذين يتقنون أعمالهم، أنا هم بدي استفيد من الآية، ويحسنون أفعالهم ولا يقومون إلا بعمل أو فعل متقن صالح، فالله بصير بجميع أعمالهم يجازي بها الخير على إتقانهم. وجاء بعدها مباشرة، شو الله قال بعدها، فلما قضينا عليه الموت، كتبنا على سيدنا داود الموت، يعني كتبنا على داود، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، هيك في حشرة أكلت العصا تبع سيدنا، فلما خر سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي لما قضى الله عز وجل على سيدنا داود سليمان وهو ابن سيدنا داود الموت، وكان يراقب الجن الذين سخروا لخدمته يصنعون له ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور الراسيات، فلما دل الجن على موته، شو دل، كيف، شو بسموها طارق، هي الأرض اللي بتاكل، أكلت العصاية، فسقط سيدنا سليمان. وهي قال العلماء هي مودة دويبة صغيرة تأكل الخشب، حيث أكلت شيئا من عصاه التي مات وهو متكئ عليها فخر على الأرض، فوقف الجن عن العمل الشديد الذي أمرهم به، وعلموا وتيقنوا أنهم لا يعلمون الغيب، وعلى الناس أن يعلموا ويوقنوا بذلك. هلأ خليني أوقف على الدروس في الآية. أول شيء بدنا نكون على يقين أن الذي يعلم الغيب مين؟ الله. قال تعالى يا طارق قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، مو بس السماوات بالأرض، عشان ما حدا هلأ
تجد إنسانة مثقفة وعالمة وعندها مليون شهادة وكذا، بيجي واحد نصاب يضحك عليها بيقول لها أنت عندك طاقة، أنت عم تشوفي منامات، أنت كذا، فبيوهم أنه هي ما شاء الله. أنا ما بقدر أحكي كل شيء، كل شيء بوقته. هي امرأة متعلمة وما أكثرهم. فسوق الدجل شو سببه؟ عدم الإيمان بالله عز وجل. لأنه لو كان مؤمن بيعرف أنه ما بيعرف الغيب، إلا حتى سيدنا محمد لا يعلم الغيب صلى الله إلا بتعليمه من الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب، أنا لو بعرف الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالإنسان بده يكون على يقين أن الذي يعلم الغيب هو الله، إلا إذا أراد أن يطلع عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه من الله يخبره بعض الغيب. فهنا الدرس الأول أن الجن ما بتعرف الغيب، فكيف بالإنس؟ لا يعلمون الغيب لا إنس ولا جن إلا الله. هذا درس إنا، لأنه كثير من أبواب الدجل فتحت على الناس في هذا المجال، خاصة بيوت خربت بسبب نساء مثقفة وقد تكون أستاذة في الجامعة، تروح لعند واحد تقول لا أنا بدي خلي زوجك يشوفك وين ما كان بيحبك وبيتعلق فيك. يعني أنا لا أقول هي مسكينة، هي بسيطة، هي لا أدري، لكن لو كان عنده ذرة إيمان تعرف أنه هذا ما بيعرف شيء، ولو كان يملك له من الأمر شيء كان نفع نفسه ابتداء. طيب، صلى الله على سيدنا محمد. والدرس الثاني أن العامل ينبغي أن يتقن عمله بقطع النظر من ينظر إليه، لأن هن كانوا عم يساعدوا سليمان ويصنعوا له الحديد فلما كانوا ينظرون أنه موجود، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. هنا ينبغي على الإنسان أن يتقن العمل. لذلك في الحديث حافظينه يعني معظمكم، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. شو سبب هذا الحديث؟ سبب هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عم يدفنوا إنسان، فتركوا قبره غير مرتب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا له لحدة رتبوه، فقالوا ما ينفعه شو بيستفيد يعني ميت، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. طيب، صلى الله عليه وسيدنا محمد، فدل على وجوب مراقبة العامل وهو يعمل لئلا يهمل أو يكسل، كما يوجب على كل عامل أن يخلص في عمله. هلأ بالمطبخ أو بالأماكن عمل يحطوا له كاميرات، مو بس مشان يسرق، يقول لك أخي شوف كيف العمل كذا، بيراقب. لأن بعض الناس قالوا من أمين العقوبة أساء الأدب، وإذا بتدخل على مكان في مراقبة بدك تظهر أفضل ما عندك وأجود ما عندك. لذلك الآية فيها دلالة واضحة أنه ينبغي على الإنسان أن يتقن عمله بقطع النظر، فراقبوا الله يا قومي، يراقب الله عز وجل. طيب، كما أنه يجب على التلميذ أن لا يغش في الامتحان ولو لم يكن عليه مراقب من البشر، وقد علمنا أن هذا الأمر علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقال الإتقان دليل الصدق في الإيمان. طيب، صلى الله على سيدنا محمد. والشكور، وقليل من عبادي الشكور. الشكور اسم فاعل وصيغة مبالغة من شاكر، يعني شو معنى شكور؟ كثير الشكر، مو دائم الشكر. فالله قال قليل من عبادي، قليل اللي يكون دائم شكر. في ناس بتشكر بس هذا مو دائم الشكر، دائم الشكر دائم الحمد لله في السراء والضراء والمنشط والمكره أي حالة من أحواله من قلبه بدون تمثيلية الحمد لله. ابن القيم كان يقول أنه في ناس تقول الحمد لله بس بيقولها بس هيك، يعني كيف الحمد لله بس هو من جوا ما مو ممنون أبدا. طيب، صلى الله على سيدنا محمد. قالوا شكور أي أن يكون شاكرا لله عز وجل في كل أحواله، سرا وعلانية، سفرا وإقامة، قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا في كل أحواله، حتى لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد.
طيب نحن ليش رجحنا هذا المعنى ما رجحنا غيره يا طارق؟ قال لأن معنى الآية يعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا آل داود يعني يا آل داود صالحا، عملا صالحا متقنا كاملا نافعا مجديا يحقق لكم شكرا ودعاء بالخير لكم من الناس، وشكرا وثوابا وتوفيقا من الله عز وجل. ويؤيد هذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. نأخذ من أمثلة يا طارق. قال الله تعالى الله في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وقال تعالى في سورة النساء: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. الله الله، هاتان الآيتان يأمر الله عز وجل فيهما الناس جميعا أن يؤمنوا إيمانا كاملا، وأن يوقنوا بالله يقينا صادقا، وأن يؤمنوا بكل ما أمرهم به، وعلى رأس ذلك عقيدة التوحيد، فيعتقدوا أن الله واحد لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد، لا زوجة له ولا ولد ولا ند له سبحانه وتعالى. ويأمر أهل الكتاب بذلك، وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول إلى الناس كافة، فقد جاءهم بالحق من ربهم رب العالمين. والتقدير، تقدير الآيتين هنا المعنى، قال آمنوا صدقا يكون خيرا لكم، في إيمان يعني مو كتير، بالشام يسموه إيمان رقيق متوك. قال وتقدير الآيتين آمنوا إيمانا صادقا يكون خيرا لكم، وآمنوا إيمانا قولا وعملا واعتقادا ويعني تحقيقا بالقلب وقولا باللسان وعملا بالأعضاء والأركان، وهو إيمان يحقق لكم خيري الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا كله قول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب شو صار لكان خيرا لهم، أي الآية نفسها، أي عفوا بسورة آل عمران. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. هن لو قديش عم يسمعوا مواعظ، لو الناس طبقت أقول 1% من المواعظ اللي بيسمعوها على مدار 10 20 30 40 سنة، اللهم بارك في أعمارنا وتوفانا على طاعته، قال لو عملوا بشيء بسيط بسيط من هذه المواعظ، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به شو كانت النتيجة؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وقال تعالى أيضا مما يؤيد هذا المعنى: واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم. فكلمة خيرا في سورة النساء خبر لفعل يكون المحذوفة المقدرة، وهو خبر منصوب بالفتحة على آخره، أي يكون هذا الأمر خيرا. طيب، أي آمنوا إيمانا يكون أو يحقق خيرا لكم، وأنفقوا إنفاقا يكون أو يحقق ثوابا لكم، مما يؤيد الآيات التي ذكرناها قبل قليل، قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. شو معنى ثلاث شكرا بعدنا شرحنا الآيات؟ أي شكرا حقيقيا باللسان والعمل والإتقان والمراقبة، أي اعملوا عملا صالحا متقنا يكون سببا في شكر الله لكم وفي مرضات الله عنكم، ويحقق محبة الناس لكم. طيب، في شيء شو بسموه طارق، شهادة الإيزو، شو اسمه؟ آيزو، أنا بعتذر من خارج الحروف، آيزو آيزو مظبوط. شو هي بيعطوك على الجودة، الخواجات بيسموها الكواليتي، انه هي متقنة، هي يعني بيقول لك. طيب، الإتقان قال العلماء هو سبيل الإيمان، يعني لا يمكن، لأن الله ماذا قال؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من معاني أحسنوا مو تعطي صدقة فقط، قال من معاني أحسن أي أتقن، أي أتقنوا إن الله يحب المتقنين. أحسنوا مثلا بدك تصنع مثلا أي شيء، هذه النظارات، هذا الحاسوب، هذه الطاولة، بدك تتقنها تعمل، أحسنوا أن تحسنها حتى
تحقق معنى الآية اعملوا آل داود شكرا، شكر كامل. وقال في سورة، في أول آية في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا أحسن عملا. شوف القرآن ما أجمله، بده إياك متقن للعمل، يعني صلي صلاة هيك سموها سكر خفيف، صلاة سبحان الله ما شاء الله، لا إتقان، إذا ركعت فاطمئن، وإذا اعتدلت فاطمئن، وإذا سجدت فاطمئن، إحسان إتقان. أنفق بينفق من طيب المال ومن أجود المال وهو صحيح شحيح، هذه كلها بدها إيمان إتقان. فإن أتقن كان محبوبا عند الناس وعند رب الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يوسع مدارك عقولنا لفهم كتابه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين، ووسع مدارك عقولنا لفهم كتابك، وبارك لنا فيما بقي من شعبان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، بلغنا رمضان، أعنا فيه على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا.